في الفترة بين 13 و16 أغسطس بتصادف الذكرى السنوية لمهرجان البون، وهو مهرجان بيحرص فيه اليابانيون على زيارة القبور وإشعال المصابيح الورقية إحياءً لذكرى الموتى. ومثل كل عام المهرجان بترافقه عطلة رسمية بيستغلها العديد من الأشخاص للسفر وزيارة منازل أسرهم وتنظيف مقابر أسلافهم، لكن هذا التقليد تغير شكله بسبب كورونا، فكثير من الناس بتحاول تتجنب السفر، خاصة أن الحكومة كانت دعت لذلك في ظل تصاعد انتشار الفيروس، وهو الأمر اللي خلى شركات يابانية تتوصل لأفكار بديلة وعملية مثل شركة كانو سيكازي، فهي اقترحت أنها ترسل موظف يكون هو الشخص البديل اللي رح يقوم بمهمة تنظيف القبر لمدة ساعة كاملة بسعر يبتدي من 20,000 ين، يعني تقريبا 700 ريال سعودي. وكمان موظف الشركة ممكن يحط زهور على القبر ويعطره بالشموع والبخور مقابل رسوم إضافية. طيب يعني كيف تضمن أن هذا الشخص حيعمل اللي انطلب منه بالضبط؟ ما أنت حتدفع فلوس يعني، فتبقى تتأكد. الحلو في الموضوع أنه كل عملية تنظيف قبر حتكون أمام عيون الشخص ولايف مباشرة عبر تطبيق زوم. على العموم عشان نفهم الفكرة أكثر خلونا نشوف الفيديو. كثير ناس بتتساءل متى حينتهي كابوس كورونا. إذا كان هذا السؤال مسيطر عليكم فالحل يمكن يكون عند اليابان اللي قررت أنها ترعب الناس عشان تنسيهم الفيروس وتخفف من القلق والتوتر اللي عايش فيه البعض بسبب كورونا. مجموعة مسرحية في اليابان مختصة في تقديم عروض الرعب زي اللي بيكونوا في بيوت الرعب بمدينة الملاهي، هذه المجموعة قررت أنها تضع الناس اللي قلقانة من كورونا في تابوت طوله 2 متر ويجيبوا لهم زومبيز ومناشير حادة وأشياء مخيفة ويصرخوا عليهم ويخوفوهم لغاية ما يوقف قلبهم. لا يعني جد أمزح، بالغت شوية يمكن، يعني لمدة 15 دقيقة بس أو على الأقل لغاية ما يحسوا إنهم نسيوا كورونا ومصايبه، يجلسوا يسووا لهم هذا المشهد كله وبعدين كده يصيروا شوية ريلاكس. وعلى فكرة ناس كثيرة قالت إنه هذه الطريقة نجحت معاهم وجابت نتيجة، علما إنه هذا العرض أو الشو مو مجاني بتبلغ تكلفته 7 دولارات. خلونا نشوف فيديو منه ونحاول نعيش الرعب نحن كمان أو أنتوا، لأنه أنا صراحة ماني مهتمة، أنا كان يعني أنا عندي طريق فني الآن. ليش أي أحد يسوي نفسه كده؟ يعني ماني فاهمة. على العموم يعني كثير أشياء في الدنيا دي ماني فاهمتها. مشاهدينا أعود وألقاكم غدا في أمان الله إن شاء الله.